اهلا بيكو. فيديو جديد بعنوان كوستو كوندرايتس او التهاب الغضروفي 2. احنا عملنا فيديو قبل كده، اللينك بتاعه هنا اهو. لو انت ما اتفرجتش على الفيديو ده، بعد ما تخلص الفيديو الجديد ده اهو تروح تتفرج عليه ضروري، عشان في معلومات فيه مش هغطيها النهارده، لان النهارده احنا بس داخلين نتكلم على الاسترتشات والتمارين اللي عاوزين نعملها عشان نزيل الوجع من المنطقه دي، او يعني نحسن او نقوي المنطقه دي عشان نمنع الوجع ان هو يزيد ونخليه يقل، وبكده ممكن نكمل حياتنا طبيعي جدا. قبل ما نخش في الموضوع بتاعنا، عاوز اقول ان النهارده لو لقيت فيه تعليقات كتير في الكومنتس، ناس بتقول ان هي عندها نفس المشكله دي، سواء هي ناس عاوزه تعمل رياضه او لا، هعمل جروب مخصوص على الفيسبوك، هنخش كلنا على الجروب ده، وكل واحد هيقول هو بيعمل ايه وما بيعملش ايه، عشان كلنا نستفيد من بعض. لان احسن حاجة في الاصابات عامة اللي زي دي، التجربة تجيب احسن من 100,000 دكتور، واحنا هنعرف نحل المشكلة دي ان شاء الله ببساطة للناس اللي لسه معرفتش توصل للحل اللي يناسب جسمها. قبل ما ابدا لازم اكون صريح معاكم طبعا، عشان اللي مش عارفني يعرف ان انا مش دكتور. كل اللي هقوله على حسب تجربتي دي، اول حاجه هنحطها على جنب. تاني حاجه، الرسائل اللي جات لي ناس كلها بتشتكي ان الام ار اي او الاكس راي ما طلعوش الحاجه اللي عندهم، والدكاتره مش عارفين يعالجوها. عاوز اقول لكم دي حاجه عاديه جدا، ان انت بتخش الروتينات دي. مش كل الناس الرنين المغناطيسي، او طبعا الاكس راي صعب جدا ان هو يبين اي حاجه من الحاجات دي، بس الرنين المغناطيسي الام ار اي هو الحاجه الصحيحه اللي بيتعمل بيها تشيك في المناطق دي، لانها مناطق غميقه وبتبقى فيها سوفت تيشو، فالحاجات دي ما بتبانش بالاكس راي. تمام، يبقى دي تاني حاجه. تالت حاجه، انا دلوقتي هعمل استرتشات بالنسبه لي بتريحني، فعشان كده انا قلت هنعمل الجروب. لما اعمل الاسترتشات دي في حاجات منها تريحني، في حاجات ممكن تاذيك. يعني انا مثلا انا عارف الالتهاب بتاعي في الناحيه الشمال، فلما هاجي افكر انا عاوز اعمل ستريتش، مش هاجي اقفل على الناحيه الشمال واعمل حاجات بالطريقه دي، لا، هيبقى بالعكس، ان انا بوسع من على الناحيه اليمين عشان ادي مساحه اكتر للناحيه الشمال. الطريقه هتبقى يعني الفكره هتبقى كده. وكمان الجروب اللي احنا اتكلمنا عليه ده كلنا هنستفيد، لان كل واحد عاوزه يقول المكان اللي فيه الاصابه بتاعته عالجها ازاي او بيعالجها ازاي. ادويه من حالا، مش عاوزين نتكلم في موضوع الادويه خالص، المسكنات، الحاجات بتاع الاعصاب، الكلام ده كله ارموه في الزباله، مضر للصحه. عندي احسن ان انا اتالم من الحاجات دي، او عن ان انا ابهدل معدتي او ابهدل جسمي بطريقه ثانيه. هبدا اول حاجه نعمل الاسترتشات او التمارين، وشوفوا ويلا هكلمكم في المرايه. الصراحه مش عارف ابص هنا ولا ابص لكم هنا، بس هوريكم. اول حاجه هنبدا بالاسترتش. في الاسترتش اول حاجه بنفكر فيها دلوقتي، انا التهابي في المنطقه الشمال، دي حاجه لازم تبقى معاك في مخك. انت التهابك في اي حته حاسب الوجع فين، لو بيها الجهتين عادي، في ناس بالجهتين، بجهه واحده تبقى عارف اي جهه، يعني حاول تحس جسمك. تمام، يعني تعرف، ممكن تتعرف من غير الرنين، من غير اي حاجه. اوكي، دلوقتي عاوزين نعمل استرتش للمنطقه دي. اول حاجه ايدك على الحيطة، ظهرك كده، وافرد في الزاوية دي، في الزاوية دي، وفي الزاوية اللي تحت لو تقدر. نفس الحاجة تيجي في المكان ده، حس المكان. انا هنا دلوقتي وانا بعمل ستريتش في المنطقة دي مش حاسس بأي حاجة، بس لما بعمل هنا حاسس. لان ليه؟ لان التهابي في المنطقه دي. طيب دلوقتي عملنا الاسترتش ده، بعده على طول حاجه لازم تعملها، انك انت تيجي او انت، لان انا عارف ستات كتير بتجي لها المشكله دي، لان المنطقه دي ضعيفه اصلا، منطقه سنسيتيف جدا، فالاصابه دي وارده بشكل طبيعي، وممكن تيجي لو ست بتشيل بنت، يعني ابنها او بنتها، او بتشيل كياس او بتشيل اي حاجه. تاني حاجه، ان احنا عاوزين نشغل المنطقه دي، فهنعمل ايه؟ ايدنا بنفس الطريقة، بس خدوا بالكم من جوعي، لفوق، وبعمل زي بوش اب للمنطقة دي. وانا بعملها انا حاسس بالستريتش بتاعي. طبعا لما هتيجوا هتعملوا في المنطقة اللي ما فيهاش اذى،
مش هتحسوا باي حاجه. طيب يا جماعه رجعنا، معلش عطلت شويه عشان في حد دخل يتمرن وعمل لي صداع فقمت سايب الجيم وماشي. ناس اللي قليله الادب نقول ايه بقى؟ يلا طيب، بعد ما خلصنا الاسترتشات اللي هي بتاع الدراع دي، هنعمل دلوقتي هنحط ايدنا ورا عند ظهرنا كده ورا دماغنا، والحركه هتكون ان احنا هنشد على الظهر من ورا من المنطقه دي، هنشد عليها ونعمل سكويز ونزق رقبتنا لقدام سنه خفيفه قوي مش كتير، ونفضل ماسكين الفورم ده لمده يعني 30 ثانيه. حلو قوي، طبعا على حسب قوه العضل اللي عندكم شخصيا هتختاروا الوقت بتاع الاول مده اللي هتعملوا فيها الحركه دي. طيب اللي هنعمله حالا مش محتاج مرايه، هي ان احنا هنمسك، هنحط ايدينا بالطريقه دي، تمسكوا في الصوابع بتاعتكم وهنشد بنفس الطريقه زي اللي عملناها قبل كده، وعاوزين نقوي المنطقه دي. ده يعتبر تمرين، ده مش ستريتش، ان احنا هنمسك ونقوي المنطقه دي. مش يعني الحركه دي ما فيهاش ان احنا نفتح الصدر زي اللي قبلها، مش زي دي، احنا هنا بنرفع الضغط كله من على المنطقه وبنعمل ستريتش. بس دلوقتي هنمسك ايدنا كده ونشد في نفس المنطقه بتاع الظهر، والمنطقه دي عشان نقوي المكان ده برضو بتتعمل لمده ثواني. بالنسبه اللي هنعمله حالا دي حاجه انا اكتشفتها من كتر ايماني، يعني ما هو منور على الدنيا، اكتشفتها وانا بصلي، لان لاحظت ان في وضع معين وانا بصلي فيه الالم في المنطقه، يعني بتحس ان مفيش ضغط في المكان ده، فهو وهي وقت السجود. فالحركه دي مش يعني لو انت مسيحي او يهودي عادي يعني اعملها، مش معناها ان انت مسلم يعني. فالحركه هي السجود، المسلمين عارفين الحركه، مش عارفها يعني يعرفها حالا. الفكره هنا اللي انا عاوز اعمله ان وانا نازل عاوزين نضغط دماغنا على الارض قوي على قد ما نقدر، بس مش بغباء، بس نضغطها وناخد نفس عميق جوه، هتحسوا بالفرق او كده. انا هو عمال زق دماغي في الارض بالطريقه دي، وتاخدوا نفس، هتحسوا المنطقه دي لو هي ماسكه في بعض يعني هتفك، يعني انت بتزق على الحاجز ده فبالتالي بتوسع المكان. يعني الطريقه ده نوع من نوع الاسترتشنج اللي بيتعمل بالنفس، لان زي ما انت عارفين المنطقه دي ممكن نعمل لها استرتش بالنفس. يعني مثلا لو عملت كده انا بدخل نفس جوه، واحنا عارفين لما بتمتلئ الرقبه بتزق على القفص الصدري فبتوسع المكان. فاحنا عشان المشكله هنا لما بنوسع المكان ده، المنطقه دي زي ما نقول القفشه اللي فيها دي بتروح، وطبعا مع تكرار كتير المكان بيرتاح اكتر بكتير. الحاجه الاخيره اللي هنعملها بالنسبه للستريتشات هتكون هنستعمل حاجه زي دي. معرفش لو دي متواجده عندكم ولا لا، بس دي برضو حاجه كويسه انا جربتها قبل كده. هنستعملها، نحطها على العمود الفقري من فوق كده، وبنفضل عليها لمدة دقايق. نبدأ مثلا بدقيقة اتنين نشوف هنحس بتحسن ولا لا. الفكرة منها ان احنا لما بنحط دي على العمود الفقري فاحنا بنثبته وبنرخي كل منطقة تانية ممكن تكون سبب في ان هي تضغط على المنطقة دي، وبنفضل بالطريقه دي. ممكن كده برضو ممكن ساعات تعملوا زي رفرفه خفيفه كده بحيث ان احنا نفتح المكان ده على قد ما نقدر. حاجه مهمه هنوصل ليها من الطريقه دي او من الموضوع ده، ان الاصابه دي ممكن تكون سببها ان الظهر برضو ماسك او في مشكله في الظهر. فساعات كتير بيكون الظهر المشكله اساسها من الظهر، اللي احنا عارفين ان القفص الصدري ده مش بس الحته دي، هي الحته دي ومدوره يعني في 360 درجه. فكل ده لازم نكون عاملين حسابه. حاجه بقى كده مني ليكو، دي حاجه نفعت معايا قوي 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 بالذات الصبح لما نكون صاحيين والجسم قافش قفشه بنت لذينه، ودي بتكون عشان احنا نايمين ولما بنصحى يا اما نومنا وحش. برضو المرتبه حاجه مهمه جدا، اللي عنده اصابات دي لازم يكون عندك مرتبه كويسه جدا عامة، يعني استثمر في مرتبة ولا تستثمر في عربية، تمام؟ بعد ما يكون عندنا مرتبة كويسة، ساعات مثلا الجو بيكون برد،
ساعات يكون مثلا ده يوم انت ما تحركش فيه كتير، يمكن يوم انت متحرك فيه كتير، على حسب الحركه اللي انت عاملها واثرها ايه على المكان ده. يعني مثلا لو انت طول اليوم قاعد على كرسي، المنطقه دي اكيد هتبقى متعبه، لان في الطبيعي احنا بنكتب وباصين من تحت. لو انت سايق ايديك كده دي من اسوء الحاجات، لو انت بقى عامل كده اهو او ساند كده اهو او ساند كده اهو، كل الحاجات دي بتاثر على المكان ده. او لو انت متمرن تشيست اليوم ده، تاني يوم هتصحى اكيد المنطقه عشان تخلها دم كتير اليوم اللي قبله تهيجت مع الحركه القويه والاوزان الثقيله اللي بتتشال. ولسه برضو بنصح ان احنا نشيل اوزان على قد ما نقدر. صحيت تاني يوم لقيت الدنيا قفشه، تعمل ايه؟ تعالوا بقى اوريكم انا بعمل ايه في المرايه. بصحى الصبح بسب لنفسي مش قوي كده. اول حاجه بعملها انا عارف المكان قافش، اعمل ايه؟ عاوزين نحرك المنطقه دي، عاوزين نسخن المنطقه دي، نحرك الدم فيها. فببدا اعمل حاجات زي دي، هي شكلها اهبل بس فعلا بتنفع. حاجات زي دي، اي حركه في المنطقه دي ونعملها ببلسز. يعني اهو انا ما بعملش فول رينج اوف موشن، لا انا بعمل كده اهو كده اهو كده اهو. ليه؟ لان المنطقه دي انا حاسس بصدري بالمنطقه بقى، بديله شوكس 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 اهو، حاجات زي كده. وحاجه تانيه بقى، لما الناس بتجيب جول بقى دي بتجيب من الاخر، اعملوها شويه كده الصبح قبل الميعاد اللي انتوا رايحينه، قبل الجامعه قبل الشغل، وهتعرفوا انا بقول ايه كويس قوي. متهيألي كده بكفايه قوي 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 بالنسبه للموضوع ده حاليا او الفيديو ده، مش عاوز اطول عليكم. لو طبعا حد عنده اي اسئله تانية او اي حاجه ما اتغطتش في الفيديو ده، طبعا تعليق الكومنت، ما تنسوش الكومنتات لو انتوا عاوزين جروب على الفيسبوك ان احنا نتكلم فيه نتواصل عليه، اكتبوا كومنت بالكلام ده عشان ان شاء الله اعمل الجروب دي. لو في حاجات تانية ان شاء الله اعمل فيديو ثالث ورابع وخامس لغايه ما مشاكلكم تتحل ان شاء الله، ونقدر نسيطر على الموضوع ده، لان في ناس كتير متاثره منه وحتى النوم مش عارفين يناموا. لازم نبدا بالسبلمنت اللي انا اتكلمت عليه في الفيديو اللي فات، روحوا اتفرجوا عليه. وان احنا لازم ناكل كويس جدا 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 قوي. الاكل مهم جدا، الحاجات اللي بندخلها جسمنا هي اللي بتتحكم في الالتهابات اللي جسمنا يا بيزودها يا بيقللها. لو عجبكم الفيديو ده لايك شير، وطبعا سبسكرايب عشان يوصلكم الجديد بتاعي. واهم من السبسكرايب ان انا عاوز ان الشيرنج في الموضوع ده يبقى كتير جدا، عشان في ناس كتير عندها المشكله دي وبالصدفه بتلاقي الفيديوهات دي على اليوتيوب، لانها ما بتبقاش معتقده ان في حاجه عن الحاله دي، لانها حاله نادره جدا ما فيش حد بيتكلم عليها قوي، بدليل ان الاطباء ما بيعرفوش يعالجوا الموضوع ده بافيشنسي عاليه بعد ما يدوخوا الناس بحاجات كتير جدا. شكرا لكم وهشوفكم في فيديو تاني.